مشاهدينا ننتقل بكم إلى بث مباشر من استاد البحرين الوطني، حيث يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة احتفاليات البحرين أولا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ها نحن معكم على الهواء مباشرة من استاد البحرين الوطني ومهرجان البحرين أولا، حيث يصل في هذه الأثناء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليشمل برعايته الكريمة مهرجان البحرين أولا، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم للعام 11 على التوالي، وذلك هنا في استاد البحرين الوطني. ها هو رعاه الله يرسل رسالة للجميع بأهمية بناء هذا الجيل وشعاره البحرين أولا. وفي الواقع الملموس في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تم إنشاء وبناء مؤسسات عدة هدفها بناء الإنسان البحريني، الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إنشاء كلية المعلمين في جامعة البحرين، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مركز عيسى الثقافي، مستشفى الملك حمد الجامعي، ووقف عيسى التعليمي. ومن سبل تطوير التعليم في مملكة البحرين زيادة البعثات والمنح المخصصة لخريجي المرحلة الثانوية، وتشمل البعثات عددا كبيرا من التخصصات في عدة دول متقدمة في التعليم، بالإضافة لبعثات داخلية ومنح مالية، وهذا كله من شأنه تطوير الإنسان البحريني ورفع مستواه التعليمي والأكاديمي، مما يؤدي لتطور ورقي البحرين وتطور اقتصادها وتنوع مصادر دخلها. ها هو ملكنا الغالي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يشمل برعايته الكريمة الأبوية مهرجان البحرين أولا. هذا هو المهرجان الذي يقام على السنة 11 على التوالي، والذي يحرص جلالة الملك أن يكون متواجدا هنا مع أبنائه الطلبة. هذه هي مشاعر الأبوة التي نحظى بها هنا في مملكة البحرين، فهنيئا لنا كأبناء مملكة البحرين بهذا القائد الفذ الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وهذا مما يعطي المثابرة لكل فرد في المجتمع ليكون متميزا في عمله أو دراسته أو فيما يسعى إليه، رمزا للتعبير الصادق عن المواطنة الحقة وحب للوطن وأرضه. فالاهتمام بفئة الناشئة والشباب من لدن صاحب الجلالة يدل على رؤية استراتيجية موفقة نابعة من ملك حكيم قاد الوطن إلى شاطئ الأمان بحكمته وحنكته، وخلاصة حكمته تتجلى فيما نحن فيه من تنمية وعمران وتطوير في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. فهذه الفئة الطلابية لأهميتها الكبيرة حظيت بنصيب أكبر في رعاية جلالة الملك، من أجل التأكيد على أهمية الشباب في بناء وتنمية واستقرار الوطن والدفاع عنه. ها هم أبناء المملكة البحرين يحيون سيدي صاحب الجلالة لدى وصوله إلى موقع المهرجان
بإستاد البحرين الوطني 35,000 طالب وطالبة من أبناء مملكة البحرين من المدارس الخاصة ومدارس وزارة التربية والتعليم يرفعون أصواتهم في هذه الأثناء مرحبين بقدوم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا هو نهج قيادتنا الرشيدة مع أبناء مملكة البحرين وتقديم كل ما تيسر للنهوض بالمواطن البحريني ورفع شأن مملكة البحرين. ها هو سيدي جلالة الملك يرسل رسالة للجميع بأهمية بناء هذا الجيل الذي يأتي بشعاره البحرين أولا. هذا هو الواقع الملموس في عهد سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد الذي يتطور ويرتقي التعليم وجميع الميادين في مملكتنا الغالية. كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم سعادة وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي في مقدمة مستقبل سيدي جلالة الملك لدى وصوله إلى موقع المهرجان، حيث يقابل جلالته بالترحاب والهتاف من قبل المشاركين في هذا المهرجان والذي تقدر أعدادهم بأكثر من 35,000 طالب وطالبة من جميع المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين. البحرين أولا، 11 عاما يقام هذا المهرجان والبرنامج ليترك بصمة في أبناء مملكة البحرين، بصمة تكون في الذاكرة للمشاركة مع الأب الوالد القائد سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. هم أبناؤنا في انتظار دخول سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه إلى موقع المهرجان. البحرين أولا، البحرين أولا اسم يتردد على مدى أكثر من 11 عاما منذ انطلاقة هذا المهرجان والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات في المملكة. هي البحرين درة الأوطان، هي البحرين تتألق في سماء التميز والإبداع لكل مؤسسة وفرد نهجه ما خطه جلالة الملك المفدى نبراسا للجميع. البحرين أولا، هي البحرين أولا.
بوسلمان، عاش عاش بوسلمان. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يشرفنا أن نرحب بجلالتكم في مهرجان البحرين أولاً الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم سنوياً، احتفالاً بإنجازاتها التعليمية. يلا يا طلاب ويلا يا طالبات، بأعلى أصواتكم، عاش ملكنا الغالي، عاش ملكنا الغالي، عاشت مملكة البحرين، عاشت مملكة البحرين. إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب عبد الله مبارك السعيدي من مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جزاك الله خيرا. والآن مع كلمة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف بين يدي جلالتكم الكريم في هذا المهرجان الوطني الذي يتشرف برعايتكم الكريمة السنوية، لأعبر عن جلالتكم، لأعبر لجلالتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسب الوزارة من تربويين وطلبة وأولياء أمور عن أسمى معاني الشكر والعرفان لتفضل جلالتكم بهذه الرعاية وبهذا الدعم المتواصل للمسيرة التعليمية المباركة.
الذي يزيدنا ثقة وإصرارا على بذيل المزيد من الجهد من أجل إنجازات عديدة ومتنوعة في الشكل والمضمون من أجل بلدنا البحرين، بلد الخير والنماء في ظل قيادتكم المظفرة. هذه الرعاية الملكية للمهرجان تخبرنا جميعا بكل معاني الفخر والاعتزاز، فهي رسالة الشكر وتقدير لكل من يخدم مملكة البحرين. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بهذه المناسبة يشرفني أن أؤكد لجلالتكم أن الوزارة بتوفيق من الله تعالى وبرعايتكم الملكية السامية وبدعم حكومتكم الرشيدة قد حققت المزيد من الإنجازات على الصعيد الإنشائي أو تعزيز الخدمة التعليمية المقدمة للأبناء الطلبة بمن فيهم طلبة الجمج، بزيادة عدد المدارس التي تخدمهم لتبلغ 77 مدرسة، تجسيداً للبعد الإنساني لمشروع جلالتكم الحضاري. كما حقق أبناءكم الطلبة هذا العام نتائج متميزة في الاختبارات الدولية لقياس التقدم في المهارات القرائية، حيث حصلت طالبات مملكة البحرين على المركز الأول على جميع الطلاب والطالبات في الدول العربية المشاركة. يضاف هذا الإنجاز إلى الإنجاز السابق في اختبارات الدولية للرياضيات والعلوم التمس العام الماضي، حيث حقق طلبة البحرين أكبر نسبة تحسن بين الدول المشاركة ب 45 نقطة معيارية. هذا بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في المشاركات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، يحفظكم الله ويرعاكم. أكرر خالص الشكر والتقدير لجلالتكم على الدعم والمساندة للمسيرة التعليمية وعلى رعايتكم لهذا المهرجان، والشكر موصول إلى جميع الشركات والمؤسسات الداعمة، مؤكداً بأننا سوف نظل على العهد دائماً تحت راية جلالتكم الخفاقة بكل معاني العز والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على كلمته القيمة. دائماً دائماً يا طلبتنا وطالباتنا نكرر شكرنا لقائدنا حمد، تحية قوية للملك. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، طويل العمر. هدية الوزارة هذا العام لجلالتكم غير عادية، وهي شهادة دولية صادرة عن المنظمة الدولية المسؤولة عن تنظيم الاختبارات الدولية تيمس 2015، تشهد على مدى التقدم الذي حققه طلبة مملكة البحرين في العلوم والرياضيات بين جميع الدول المشاركة، نتيجة مشرفة حققها جيل بو سلمان، نتيجة لدعم جلالتكم لمسيرة التربية والتعليم، حيث حصل طلبة مملكة البحرين على أعلى نسبة تقدم بين اختبارات 2011 واختبارات 2015 ميلادية بتحقيق 45 درجة معيارية للتقدم. هذا الإنجاز العالمي هدية من طلبة البحرين ومعلميهم وأولياء أمورهم وجميع منتسبي الوزارة لجلالتكم. يلا يا طلبة ويلا يا طالبات، أبي الملعب يهتز، خلونا كلنا نهتف في صوت واحد
طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. صوت أقوى. طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الأفاضل، أولياء الأمور الكرام، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد على الدوام بأن نلتقي بكم في هذه الاحتفالية الطلابية السنوية التي نحرص على حضورها ومشاركتكم فرحتها، كما نشكر وزارة التربية والتعليم على تنظيمها لهذا الحدث الوطني الذي يأتي هذا العام بعنوان 18 عام من العطاء، احتفاء بمنجزاتنا الوطنية المتواصلة، ومن ضمنها ما تحققه المسيرة التعليمية المباركة التي سنحتفل قريباً وبإذن الله بذكرى انطلاقتها المئوية. الحضور الكريم من منطلق تقديرنا لما يزخر به الميدان التربوي من جهد لافت وعطاء مخلص، فقد وجهنا إلى تخصيص جائزة التربوي المتميز. لتكريم أساتذتنا الموقرين والموقرات نظير إسهاماتهم الجليلة ومبادراتهم الطموحة في الحفاظ على ريادة البحرين التعليمية ومكانتها العلمية والثقافية التي نعتز بها. وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم في الإعداد لهذا الحفل الوطني بمضمونه المعبر عن روح الأسرة البحرينية الواحدة، وبرسائل المؤكدة على أهمية قيمنا الوطنية النبيلة. وقبل أن ننتهي، نعلن أن بكرة بإذن الله إجازة للمدارس العامة والخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر جلالة الملك المفدى على هذه الكلمة المعبرة التي تشكل لنا دفئاً لتحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية. عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! سيدي حضرة صاحب الجلالة، حفلنا الكريم تبدأ الآن فقرات مهرجاننا الوطني البحرين أولاً، والذي يحمل عنوان 18 عاماً
من العطاء إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، والذكرى 18 لتسلم جلالتكم مقاليد الحكم. وقتاً طيباً نتمناه لكم. يا هلا ويا مرحبا بالوائلي، ملكنا وعزنا وفخرنا نهلي ونرحب باللي حضر وشرفنا في رفاع العز رفاع الخير والجود. ويا طويل العمر نهنيكم بقلوبنا بمرور 18 سنة على عيد جلوسكم بكل مشاعر الحب والتقدير والاعتزاز لجلالتكم. يا طويل العمر اليوم عيالك اللي جمعهم حب الوطن وقيادة الرشيدة اللي زرعت فيهم قيم الاحترام والتسامح والمحبة، مو بس في ديرتنا طال عمرك يدك ممدودة بالعطاء للعالم كله. لما أنشأتوا مركز الملك حمد العالمي للحوار بين أتباع الأديان والتعايش السلمي، عيالكم يا أبو سلمان عيال البحرين مهما اختلفت أديانهم وتنوعت أعراقهم إلا أن حب البحرين هو عنوانهم. تعالوا تعالوا يا يمة تعالوا، اليوم أبوكم أبو سلمان موجود في وسطكم، تعالوا يا يمة تعالوا. هذه عيالك يا أبو سلمان يا وقلوبهم تروي قصة، قصة عهد أبو سلمان جيل بعد جيل، وشلون ازدهرت بلادنا في عهدك الزاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طويل العمر 18 عام من الإنجاز، هذا شعار مهرجاننا اليوم بفضل شجرة المحبة اللي غرستوها فينا وسقيتوها بروحكم وعزيمتكم. اليوم نقطف ثمارها. طلابك يا أبو سلمان خلوا بلدهم تنال أعلى نسبة تقدم من بين الدول اللي شاركت في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم. والتقدم يا طويل العمر مو نقطة أو نقطتين، بل 45 نقطة. يا طويل العمر مو بس كذي، ترى عندي بشارة أبشركم إن مملكة البحرين حققت إنجاز جديد في الدراسة الدولية لقياس التقدم في المهارات القرائية في أول مشاركة لها. طالبات البحرين حصلوا المركز الأول على جميع الطلبة من الدول العربية المشاركة، والبحرين اللي تفخر بإنجازاتها التعليمية تفخر بعد بتنوعها وتعايشها. صاحب الجلالة أهديكم السلام والشكر من مدرستنا مدارس الإيمان، ونهديكم فوزنا في تحدي القراءة العربي وتفوقنا على 41,000 مدرسة، والفوز يا صاحب الجلالة تجسيداً لتوجيهاتكم للاهتمام باللغة العربية لغة القرآن الكريم. هويتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا كل حين. طويل العمر برقيتكم الكريمة أثلجت قلوبنا، بتبقى وسام على صدورنا. يحفظكم الله يا ملكنا ويا السامعين، قولوا آمين. آمين. وإحنا مدرسة البيان يا سيدي نهديك أحلى التحيات ونضع بين يديك فوزنا على مستوى العالم
في جائزة زايد لطاقة المستقبل، ونعاهدك بأن نكون فخراً لكل البحرين وصرحاً للعلم والعلماء. يا طويل العمر، أنا أثني على كل اللي قالوا زملائي، وأتشرف بهذه المناسبة السعيدة أن أهديك شيئاً من مطبعة برايل، واللي وفرتوها بدعمكم السخي يا صاحب الجلالة، وهي من أكبر المطابع في العالم لطباعة الكتب للمكفوفين. فتقبل مني هذا الكتاب المصحف الشريف اللي هو من إنتاجنا، داعية المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم. على البحرين أولاً اجتمعنا، وبدرك سيدي بهر النجوم، ثمان ثم عشر مزهرات تجاوزت المعالم والعلوم. أبا سلمان، أبا سلمان، أنت بكل قلب دعونا الله جمعا أن تدوما. وقبل لا نرفع أيادينا نرفع قلوبنا ونقول عسى ربي يحفظك ويخليك ذخر للبلد وعيال البلد يا أبو سلمان يا الغالي. إنني للعلم أسعى أبدا، وسنى القرآن عندي موردا، فهو خير وملاذ وهدى، وثمار العلم أجنيها غدا. وطني يا حياتي يا ملاذي سكني، يا هنائي يا رجائي إنني، يا حياتي يا ملاذي سكني، يا هنائي يا رجائي إنني. لك أحيا في رضا يسعدني، لك أحيا في رضا يسعدني، وطني أحيا على مر الزمن. سأغنيك بألحان الولاء وأحبك، داعيا ربا مجيبا للدعاء، وهو ربك. إنني طوعك في كل زمان، رافع اسمك في كل مكان، ذاك حبك يا يا وطني. الوطن حميناه العوادي والمحن، إن حفظناه عزيزا دائما، وطني يحيا على مر الزمن. نسمع التاريخ يحكي عنك ذكرى.
تملأ الأنفس إجلالاً وفخراً برجال قد بنوا للمجد صرحاً، كتبوا تاريخنا سطراً فسطراً. قد هتفنا عاشت البحرين حرة، مذ عرفناها مدى الأيام درة، حققت للشعب من آماله
واستمرت في جبين الدهر غرة. فخر الحضارة تباهي تبلغ القمة، شموخها في سما الأمجاد يتغنى، تاريخ يشهد على البحرين والأمة، المجد في عصرها بالخير يتسمى. رفرف علمها شموخ المجد والمعنى، رجالها رجال في الشدات والأزمة، الهم مواقف على الطلات تتثنى. سلام يا أهل الوفا والعز والهم، دار ميدانهم مدار في الرحمة، يا ويل منهم تمادى وصار يتجنى، تحت الأمر سيدي كلنا لك انتمة، الشعب سيفك تسل يدك شرب سعدة ويطلب كل متمنى. الله يحفظ الوطن ويشد من عمره.
يا ديرة يحنو عليها الخليج، يا نسمة عابرة بالأريج، يا أمنا البحرين، يا دولة تضم دوما كل شيء بهيج. اشرق فجرنا يضحك سلم هالوطن احلام، ونادى يا مليك لك احنا وشعبك المقدام. الحب استوى مسلك وطب كل مدى الايام، والدار الدار والدار في ضرع عدلك للخير ماضية وقدام. تبني بيدك تعطي من وفا مرام. ونادى يا مليك لك احنا وشعبك المقدام. وفضلك نحتفل كل عام. حمد عهدك ندعي دايما وعوام. نادى يا مليك لك احنا وشعبك المقدام. والدار الدار الدار في ضرع عهدك يا ربا البحرين. هذا حمد ملك تثني عليه البلد، طلع المجد على طلعته، وحماه جمعنا المحتشد. Thank you.
يا عروسا كللوها بالنخيل ورعوها ذلك الدهر الطويل. فرح الأهل بها إذ برزت وطنا حرا به شعب أصيل. يا عروسا ورعوها ذلك الدهر الطويل. فرح الأهل بها إذ برزت وطنا حرا به شعب أصيل. حلم مر بنا ثم تحقق. حاول الخصم تفاديه فأخفق. يا لقومي إنها قصة فخر. إنها نجم على الآفاق أشراق. يا عروسا فرح الأهل بها إذ برزت. ملك في مطلع الشمس مكانه. ملك في مطلع الشمس مكانه. وزمان الخصب والفضل زمانه. وزمان الخصب والفضل زمانه. نحن نحيا في ربيع غامر. جاءنا يوما انتظرناه أوانه. يا عروسا الأهل بها وطنا حرا به شعب أصيل. يا مليكا صار للإخلاص آية. نال منه شعبه كل الرعاية. فتراه واقفا في كل فج يدفع العلم إلى أرفع غاية. يا عروسا ورعوها ذلك الدهر الطويل. فرح الأهل بها وطنا حرا به شعب أصيل. هكذا التعليم في البحرين سارا. هكذا التعليم في البحرين سارا. يقطع الليل حثيثا والنهارا. يقطع الليل حثيثا والنهارا. تلك دور العلم في أنحائها والنشاط الجم فيها قد أثارا. بالنخيل فرح الأهل بها إذ برزت وطنا حرا به شعب أصيل. بمالك همه أن يترقى. شعبه بالعلم والتعليم حقا. عرف الدرب إلى غاياته ورأى الكل بدون العلم يشقى. بالنخيل فرح الأهل بها إذ برزت وطنا حرا شعب أصيل. عشت يا ابن الكرام الطيبين وحباك الله بالعز المبين. أنت رمز لبلاد لم تزل تحفظ الود على طول السنين.
بجيشك بكم يا علا مالكنا القايد الأعلى هذا جيشك بكم يا علا يا مشعل غواه الأول تحية سيدي وأهلا تحية سيدي وأهلا الشاوس قوات البحر يا بون الصف الأول دوم يا بون الصف الأول دوم هو من ينخاخ ونجلة لصد المعتدي هلا حسام الضربة الأولى خليف فزعة عجلة خليف فزعة عجلة
قف بأنحاء أوال كلها وتأمل جهدنا في ظلها، سترى أعمالها باهرة برزت في همة من أهلها. قلوبنا مزروعة بعطرها وغنى والطير يصدح في شجرها، ومانينا ومانينا جميلة في بحرها، جمال الأرض خلنا سويا. نحبك دم يا خير انزرع فينا في وسط قلوبنا شعل ضوية. Yeah.
شجرها، قلوبنا مزروعة بعطرها، وغنى والطير يصدح في شجرها، ومانينا ومانينا جميلة في بحرها، جمال الأرض خلنا سويا. والفي